السلام عليكم حبيباتي احبائي من كويزين ام سجود. عندنا مره اخرى بفيديو اخر. اليوم راح ندير معكم هذا الكاطو، هذه الشبكيه اللي دائما تكون حاضره في شهر رمضان خاصه هنا في اوروبا. باش ما نطولش عليكم الكلام نروح نشوفوا كيفاش نوجدوا هذه الشبكيه. شبكيه بنينه وخفيفه، وش خفيفه خلاص ومعسله. باش نوجدوا هذه التحليه وهذا الكاطو نحتاج الى كيلو تاع فارينة. طبعا هنايا راح هاد الشبكية راح فيها سميد الرطب، درت كيلو فارينة مع 320 غرام سميد رطب. راح نخلطهم ونضيف لهم 150 غرام تاع لوز ملحي، او هنايا حيتو بيه بقشورو، حمصتو وحيتو بيه بقشورو، مع 150 غرام زجلانية طبعا مقلية وملحية. كيلة نحتاج كما بغيتو بالكيلات، لانو كيلة تاع لوز ملحي بقشور هو اللي استعملتو. اذا بغيتو ما ديروش القشور ما ديروش. هنايا حطيت لي زيبيس اللي هي عبارة عن زوج مغارف كبار تاع حبة حلاوة، زوج مغارف كبار تاع بسباس، وزوج مغارف كبار تاع قرفة، وشوية ملح. هنايا كما راكم تشوفوا جبت مغرف كبيرة تاع سكر عادي، حطيت لها شوية خميرة الحلو الخبز، طبعا عفوا شوية خميرة الخبز. كما تهزي هكا بصبعك وترشي رشة فقط تاع خميرة الخبز وباقي تاع خميرة الحلوة. خلطتها طبعا، نحك مليح بيديا باش يجيني باش يتجانسو هذاك المقادير كامل مع بعض. نبقى نخلط فيها حتى تنزل تندمج تماما المقادير مع بعضها. عفوا هذه الشبكيه صدقوني جات رائعه، جات خفيفه وبنينه حتى في المذاق تاعها، وجا خفيف ومعسل. طبعا عسلت الشبكيه انا كنت خدمته من قبل، يعني يومين من قبل، باش وجدت النهار من قبل لازم ضروري يكون بارد. من بعد ان شاء الله نحط لكم فيديو كيفاش وجدته. هنايا بعد ما خلصت كامل المقادير شوفوا كيفاش يدخل مع بعضها. هنايا راح نضيف طبعا السوائل. هنايا جبت كاس تاع زبده دايبه، كاس يوزن حوالي 200 مليلتر. هنايا ربع كاس زيت الزيتون، واللي ما يحبش زيت الزيتون يحط زيت عادي. وجبت نص كاس تاع خل، او عفوا ربع خل، كاس تاع خل ابيض ولا خل نورمال، مع نص كاس تاع ماء زهر. وهنايا حطيت لها الملونه وزعفران، اللي عنده زعفران حر يحط، ما كانش يقدر يستعمل هذا. وزدت ضفت لها 2 صفار بيض، ونبدا نجمع العجينه تاعي. العجين تاع الشبكيه ضروري يكون جامد، يعني يابس ما يكونش طري، لهذا هنايا كما راكم تشوفوا بعد ما بسستها مليح ودخلت المقادير ديالي كامل في بعضهم، راح نضيف الماء بشويه ونجمع، لكن خاص ضروري يكون العجينه تاعي يابسه. نعيد لكم العجينه تاعي بعد ما جمعتها كيفاش تكون. نضغط عليها نخليها تريح وندلكها، طبعا بعد ما تريح ندلكها ونرجع لكم ان شاء الله. هاي لكم العجينه تاعي بعد ما ريحت ودلكتها وخليتها ريحت، حليتها ما تكونش رقيقه ما تكونش خشينه، وقطعتها بالجراره مستطيلات. دوك نروح نشبكوا معكم الشبكيه. انا هنايا حليتها جاتني خشينه، حنعاود نزيد نحلها. طبعا اذا شفتوها خشينه في السمك ديالها تقدروا تعاودوا تحلوها.
والسمك تاعها والحجم تاعها، نتوما واش تبغوا، تبغوا الحبة كبيرة، تبغوا الحبة صغيرة متوسطة، نتوما اللي تتحكموا في الحجم ديالها. انا نبغيها صغيرة، ما نحبهاش كبيرة. انا هي درت بين حجمين، يعني درت حجم كبير وحجم صغير. انا نحبها كي تكون صغيرة، كي نحطها في العسل تجي معمرة عسل وتجي تقرمش، تجي خفيفة، وكل واحد كيفاش يحبها. يعني نعاود نحل بها لاني جاتني لا خشينة، ونبدا نقطع فيها. دوك نوريكم كيفاش نشبكوها. طبعا كما تعرفوا الشبكية نديروها بخمسة اعراف، يعني نحسب واحد زوج ثلاثة اربعة وخمسة، نقطع انا هي قاعدة نعدل فيها حتى جاني الشكل تاعها شباب باش حبس. ثلاثة أربعة وفي الخامس نقطع، ونكمل بهالطريقة. وهنا نجيب الحبة تاعي ونبدأ نفتحها كيما راكم تشوفوا، نقلبها ومن بعد نفتحها. ودوك نوريكم كيفاش نشبكوها. حاجة سهلة ما تطلبش، نحطها فوق طاولة العمل ونبدأ نطبقها على زوج، نعاود نزيد نطبقها على زوج كما راكم تشوفوا، وندورها على الوجه الاول تاعها. هنايا كاينه جهه مغلوقه وجهه مفتوحه، نفتحوها على الجهه المفتوحه ونوقفوها ونبداو نضغطوا عليها على الجوانب وتشكل لنا الشبكيه كما راكم تشوفوا. من بعد تساعد ليها وتقطعي هذوك الجوانب اللي منا ومنا باش ما يجيوش تضغط مليح باش ما تفتحلكش، وثاني ما يجيش عند هذاك الزايد منه من تيجي الحبه متفوفه. نتمنى تكون الطريقه واضحه، عينيكم الحبه الشبكيه. ثاني نعاود ندير معكم حبه واحده اخرى. جبت حبه خلبتها، حليت العرف تاعها، هنايا جاني خشين زايد منه الجوانب، نحاول نديرهم قد قد باش تجيني الحبه شابه. وضروري انه لازم تحلوا العراف هذوك باش تقدروا تتشكلوا. هنا طبقتها على زوج وزدت طبقتها، وندورها على الجهه المفتوحه كما راكم تشوفون. يعني هكا نقلبها من على الجهه المفتوحه ونضغط على الجوانب راح تتشكل وحدها. ومن بعد نتوما اعدلوا بيديكم بقى بشويه هذاك من الداخل وتعطينا الشكل تاعها. فقط هذه هي كل ما في الحكايه، ماشي حاجه اللي تقلق ولا تقول ما نعرفهاش. اي واحد يديرها، حتى المبتدئين يقدروا يديروها بالطريقه هذه، ينجحوا فيها ان شاء الله. اذا عجبتكم الطريقه تاع التحضير تاعها ما تنساوش تدعموني لا فيديو بلي لايك وكومونتير، وتبارطاجيوه مع الاصدقاء باش يعم الفائده. واللي دخل اول مره شاف قناتي نتمنى انه يشارك معايا، فضلا ليس امرا، وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للمشاركين تاعي والمتتبعين تاعي نقول لهم شكرا، بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. نتمنى انكم تبقوا دائما تدعموني باش انا نقدر دائما نواصل ونعطيكم اي حاجة نعرفها ونبارطاجيها معكم. هذا هو العسل اللي حضرته من قبل، ان شاء الله نحط لكم فيديو كيفاش حضرته. هنايا بعد ما كملت العجين تاعي وشبكتها كامل، غطيتها وجمعت الدنيا، يعني ما قليتهاش مباشرة، خليتها زيت ريحت شوية حوالي نص ساعة، وجبت مقلة عمرتها بالزيت حطيته يغلي عفوا، وليت نقلي في الشبكية تاعي. ومن طال العسل راهو بارد، هنايا كما راكم تشوفوا الحجم تاع الشبكية، قلت لكم درت حبات كبار وحبات متوسطين ودرت صغيرين. هذوك الزوايا هذوك العجين كي تقطعي ويبقى متعاودي تعجني ودير نديرهم صغيرين. انا نحب هكا صغيرة باش كي نحطها في العسل تيجي مشربة وبنينة. طبعا نروح نقلي كيما راكم تشوفوا، نحط الحبه تغتسل تحت من بعد وحدها تطلع كيما زلابيا حتى تتحمر على الجوانب. نبدا نقلق فيها حتى تتحمر، نعاود نحيها ونحطها في العسل نخليها تتشرب. ومن بعد نحيها ونحطها في كسكس وندير عليها الججنان بهذه الطريقه. ودوك نروح نشوفوها مع بعض في صحن التقديم. هايليكم الشبكية تاعي بعد ما طابت قليتها، حطيتها في العسل تشربت مليح. شوفوا كيفاش جات خفيفة وجات ما شاء الله معلكة وبنينة، وريحة التوابل هذوك ما نقولكمش.
هذه هي الطريقه تاعي، ان شاء الله يا ربي تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوها وتنجحوا فيها. نعاود نوريكم حبه اخرى باش تشوفوا مليح. نقولكم بقاو على خير في فيديو اخر، وصفه اخرى ان شاء الله.